ومع الفعالية الجديدة اللي حنسويها الآن، فهذه رابطين له 4 أكياس وما أدري إيش بلا وقف 4 أكياس الشنب. طبعا كلها رمل يا جماعة الخير ومربوطة بوايرات وراء، طبعا تعطيه ثقل ووزن، فنجربها هذه نشوف عاد إيش الوضع. هذه والله شكلك ما أدري كيف. انتم معبينها رمل ولا ايش معبينها؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يا نفجي. شنب هكذا يعني في أمل؟ لا يوجد أمل ولا لا. هي الشنب طلعت يعني الكفرات مثولثة مع كلام. يا ولد والله انك وحش ما شاء الله، ذكر الله طيب يا جماعه الخير. الله اكبر، ذكر الله طيب يا جماعه الخير. ايش عندهم ذول؟ ايوه العمده، امسك دركسونك زين يا شنب، روح وتزحلق هناك في ذاك الجنب، ولكنه بطل ولا أبطال قليل. ما شاء الله تبارك الله. يا هادي معك جهاز؟ في شنب يطلعها من غير دبل يا شباب؟ يلا توكل، صور سناب يا ولد. والله مفلتوا الصغار ذولي بس لكن صغار في الاحجام وقوياء في الافعال ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. طبعا الفعاليه اللي مع هادي هذه نبغى هذه تجربه لها اليوم، نسويها يوم ان شاء الله كذا بس بطريقه ثانيه. انا ابغى الشباب بس يتدربون عليه، لانه قد يطلع الموتر ويجي في نص الملف ولا شيء زي كذا ويوقف، فما يقدر يرجع للخلف، فيكونوا في ناس مستعده معنا يعني يقرون الفعاليه هذه ان شاء الله. يلا يا هادي تعال عشان نضبطها. حاضر حاضر، من دقائق ابو فيصل. تعال يا مراد تعال شوي هنا. ايوه بس ان شاء الله تبارك الله. يا شرف لا غير مسار، وسوك مسار جديد تطلع يعني تطلع من المسار ولا تفتح مسار جديد يروح فيها. ارسل يا طالب اقرب جهاز، عطني اسمك الله يرضى عليك. كمان يا ابو فيصل حياك الله يا شنب، هلا والله. طبعا الموقع هذا الشباب يسمونه السبوره، سبوره رواد بحر. حط باور فل ما شاء الله تبارك الله. الله اكبر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله مبسوطين إن ياسين اليوم ها؟
شاء الله فورشنر حاله والله وسهل. لا يا فورشنر ادع الصح. انا يعجبني الموتر اللي يجي ماخذ الملساء وينفى الرمل علينا، بس مو بيتفنى، بس نسوي له شكل. وهذه الفعاليه اللي احنا نتكلم عنها هي تجربه اليوم، لكن حنسويها بطريقه اقوى شوي. طيب احنا هذه تجربه لها اليوم، نشوف كيف وضع الوزن اللي في الخلف هذا شلون الوضع حقه. طبعا 3-4 كياس مربوطه بوايرات في الخلف في السياره. وقفوا هنا يا مراد. ها والله الكاس تسحبك. طيب مضبوط، يلا اطلع يا اخي اطلع، بس ما عليك مشكله، كنك مركب بقى. الله يبغى يغلق البنزين اللي جوي هذه. كفو يا شرف، والله ما شاء الله تبارك الله. يلا شباب، شباب بالله يا الو، اشوف في سيارات كثيره واقفه ورا. مشي 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 يا مراد، مشي مراد. يا وحش يا امريكي، يا وحش يا امريكي، ما شاء الله تبارك الله. مراد يا ميالي، ناصر، ابو فهد، انت عشقان تطلع من الخطوط. ما شاء الله لا قوة الا بالله، طرب يا امريكا. ما شاء الله تبارك الله. ناصر دقيقة، هذه دقيقة بس اخذ اللقطة هذه. ناصر لا تتفرجون على السيارات بالله، خليكم مركزين في الميدان الله يرضى عليكم. ما شاء الله تبارك الله يا مملكة البحرين، لكن ثاني مرة، ثاني مرة تقعون تطلعون من الخط، ولا يهمك يا شنب، ولا يهمك. ما شاء الله تبارك الله. بجيرو بجيرو، انت تجي في نفس المكان وتهدي، هذه صعبة تهدي بها تمسك، لكنك شنب يا شنب، ولكنك تكافح. نعم. شانس اي شانس، ولا يهمك ولا يهمك، الكفرات ما تساعدك يا شباب. وقف يا هادي، وقف وقف وقف، يلا روح. قال 9 مليون وايرات قعد، ما يقدر يرجع ريوس، ما يقدر يرجع ريوس. هلا يا شباب، هلا ريوس، ما يقدر، ممنوع للخلف كذا، هذا الصح، خلف ما في، اطلع قدام ولا قدك هنا لين بكره. معليش يا شباب. هلا بالفجيه، ابجي اسحب البجيرو معاك يا ابجي، امزح له. رجعوا رجعوا بيتهم هذا. ليش يا بلوي بالوايرات؟ هلا يا رجل.
قال لك مكانك انت العب. طيب وما زال هذه بكياسه حزين حزين حزين. خلاص خلاص فك الورات ما تطلع. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. مع نفسك يا حبيبي مع نفسك يا حبيبي. يلا هادي اعطي واحد غيرك. دبل لك يا زفت قلب الباجيرو يا عبد الله. سويت فيها يا عبد الله؟ ما سويت ابو شيء. هات لا ترجع. لا ترجع. كيف تكون من الويره؟ يقول ما حركت. هاي وقف من عندك وحط باور بالله جامد. اطلع. اي كذا. ما شاء الله لا قوة الا بالله. يا ناصر ما شاء الله لا قوة الا بالله. ناصر ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما شاء الله تبارك الله. طارق يا طارق حول. هذه نجمة تميل كان على كاز نجمة يورك طلع فوق ابو السيارة. ناصر الأخضر الجميل ما شاء الله تبارك الله. بس ما شاء الله لا قوة إلا بالله. خليك معي يدي. سيب السيارات هذا قلت راقبه. خليك معي يدي لين اشير لك واقول لك يلا. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
هذه بكيسا واحد ولكنه لن يستطيع. الله يا هدهد ما شاء الله. يا بجير المفروض تحط رجلك في الملف، لا ما تطلع تتمشى فيها هذه. دقيقة دقيقة دقيقة. فأنت كذا عطلت الدنيا الله يهديك. صارت خبصة هنا ما عاد صارت فعالية. والله كيسين يا هادي. راح رنجلر ما شاء الله. وحش يا مالي. هادي يا هادي. ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله لا قوة الا بالله. والله وقف التويوتا مع بعض. ليه يا اف جي خربت علينا المسيرة يا اف جي؟ هذه ثاني مرة تورط فيها اف جي في نفس مكانك، ما ادري عاد انت ولا غيرك. ارجع للان تقديرا. هادي هادي هادي. تقديرا واحتراما. رحت هناك يا شنب. ما شاء الله لا قوة الا بالله. وقف وقف وقف. ما عليه يا شرف ولا يهمك فدوة. ترى فسخ الكبر لورا. ارجع سيدة زي ما انت، زي ما انت سيدة. سيدة. ارجع ارجع خلاص روح روح ما عليه. عدل لا 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 يا شرف شرف. خله يعدل ويرجع ورا. ايه الكفر فسخ عنده. اعتقد عندك وزن ورا ولا في العزبه في الشد الخلفي هذا اعتقد. والله الكفر تجعلك. ولا يهمك. بجير وخويك طالع قبل شوي. ليه يا جرب؟ ولا يهمك. وين حارف؟ هذا اللي نقوله. تطلع من المسار يا شنب تروح منك. ما يمديك يا شنب ما يمديك. عيد عيد يا شنب.
عشان من اول نزلت الهواء ولا ما نزلت الهواء ما ادري. يلا عليك. هلا والله بال 400. والله بقول لك ما وقف يا تيوتا، لكن وقفت يا تيوتا. الله يصلح حالك يا فجير ويا فجير ويا فجير. ولا يهمك والله جاي معك يا بعد. عيد عيد يا شنب عيد عيد. يلا يا باتر خرب عليك الاف جي. ولا يهمك. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. ذكر الله طيب يا جماعه. هلا بالشخص يا وحش يا ولد يا وحش يا ولد. روح يا كفو. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما شاء الله لا قوة الا بالله. الشخص اللي طلع وفسخ فيه الكفر غصبا عنه ترى في حمولة ورا، انا متأكد هذا شدنا فيه حمولة وفي اغراض عزب واشياء ونزل الهواء كثير ومفسخ فيه الكفر. أبو خالد يسحب الأكياس ويتقدم ويتقدم. يلا وقف وقف. هيا يلا اطلع. هي كذا طيب ايش معك انت؟ وبكيفكم هو سحب لي اياه من بيته وجاي. اطلع مع نفسك. والله كفو يا ولد اخو العيال. صبرك صبر. طبعا الكاس يا جماعه الخير ترى فيها وزن مو سهل. انا بالعاده خليني ما تجي تسحب لي اياه من تحت وطالع هذا مو صح. يلا اطلع. بداوي لما تربط الاكياس وتطلع الله يصلح حالك. ليه يا شنب؟ قرب نسوي لك زوم توقف. ما يصير يا شنب. عليهم. هي هذه المتر حتروح وتيجي فيها. احمد 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 طلع الثاني اللي وراه. طلع الثاني. الله تبارك الله. ما شاء الله لا قوة الا بالله. احمد سهلا. احلى يا باتر احلى يا باتر. إلا بالله. هذا ورا طالع من غير دبل الطقم هذا. تراك طالع من غير دبل يا ولد. تعال من عنده خليه يعدي بشويش. اطرد لك يا شنب. ما ينفع ما ينفع. ها
ينفع كذا يا شنب. لا الملف هذا يا مازن صعيب. تحيه لكم جميعا، والله مشرفيننا ومنوريننا. شوف مسك بالخير مع جنب الشاه. سامعك انا والله انه كفو، والله انه كفو. والثاني بعد والله بطل، بس اني عندي حموله كثيره. الشد اكيد مليان عزب كثير في صخري الكفر. ارسل عشان ارسل ويجي الشاه حبيب الناس. سلام عليك يا ولد. تعال شوي يا شنب يا شنب. اغرق اغرق. الله اكبر ما شاء الله تبارك الله. احمد ثلاث دقائق واقفل. ثلاث دقائق يا شباب يلا سريع ان شاء الله تبارك الله. شوف الفجير اللي فيه الولد الصغير طالع ما شاء الله تبارك الله، وانت عافر من اول. هاي ان شاء الله تبارك الله. والله يقول لك وخر يا مجيرو. لوا لوا سريع يلا اخر سيارتين يا لوا خلينا نتقفل. ويا بجير وقعدت بها فوق والناس جات من ورا من الخلف وجاك الصغير يا ويلك ميلان ما شاء الله تبارك الله. ذكر الله طيب يا جماعة الخير. ما شاء الله تبارك الله. يلا يا جمس يلا يلا سير سريع سريع خلاص قفل. ونختم مع هالجمس ما شاء الله تبارك الله. والبجيرو قاعد هناك وهذا اللاند يلحقه. اطرد يا ولد الحق الخط يا شنب. وبكذا نستودعكم الله في هذه الفعاليه النهاريه. على نشوف الليل ان شاء الله يكون في شيء. تابعونا على القناه. لا تنسونا من كل شيء. تحياتي لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.